على وجوه عمال صلاح الدين تظهر ملامح العوز والحاجة، وعلى هذا المسطر تمر الدقائق والساعات أملا بالحصول على عمل جديد. وقد يمر اليوم كله دون العودة إلى البيت بدنانير معدودة. شغل ماكو، انا يعني مقضيها كل التاكسيات، اجي انا والله العظيم صار لي اكثر من اسبوع ما مشتغل زين. وانا بالنسبه لي عندي مرض كرونز 6 الاف بلا معاه، هذا مرض قراني مرض مزمن، هذا لحد الان انا مسوي عمليتين، وانا بالنسبه يعني العلاج مالتي كل 3 ايام الشريط مالتي اخذه ب 85 الف. ما يرفع نسب البطاله هو جلب عماله وافده تتقاضى اجرا اقل من الشباب العراقيين، حاله دعت كثيرين لمناشدة الحكومة. كثير رؤساء بالعراق ليش يجيبون شركات أجنبية عن مود يشغلوها؟ لا احنا العراق شبين، احنا العراقيين ليش من يجيبون الصين وأكثر الدول يعني يجيبوا عن مود يعملون بالعراق؟ ليش احنا شبينه؟ ما يريد يستفادوا من عندنا. وتجاوزت نسبة البطالة والعاطلين عن العمل أكثر من 42% في عموم البلاد العام الماضي، مؤشر خطير ينذر بارتفاع نسب الفقر واتساع رقعة الظروف المعيشية الصعبة.